مصطفى الشامي علاقته بوالده، ناس اتكلمت ان وجود مصطفى الشامي كرئيس نادي البلديه سبب البعض كان بيهاجم توريث ابناء عاملين. كنت ساعتها مصطفى الشامي المنتقدات دي واجهتها ازاي؟ بص، وتعاملت معاها ازاي بشكل عام؟ او كل اللي انت اكيد بتقوله ده اكيد اتقال واكتر منه. يعني الحاج محمود الشامي ساب النادي 2008 لما راح اتحاد الكوره، وانا ما انقطعتش علاقتي بالنادي. انا كنت بروح بشجع عادي فرقه الكوره، سواء لو في، بس مش مسؤول يعني. لا لا مش مسؤول. بعدين بقى دخلت مشرف على الكوره في 2015 متطوع، يعني قعدت سنتين. ان انا يعني انا بشجعش غير النادي البلديه من وانا صغير. فقعدت سنتين، وبعدين دخلت انتخابات امين صندوق 4 سنين، وبعد كده بقى دخلت رئيس مجلس اداره. فيعني الموضوع ما جاش فجاه، يعني ما جاش فجاه يعني، ولا جه مثلا على طول توريث ولا حاجه. لكن الحاجات دي واجهتها ازاي؟ انا دايما يعني من فضل ربنا عليا بشوف الامور الكويس منها استفيد منه، والوحش فيها يعني ما بشوفوش، ما بشغلش بالي بيه. يعني انا في الاخر ولا هستفاد اي حاجه ان انا ابص ده قال ايه او ده من يعني هاجم في ايه. طالما لو في انتقاد، في رؤيه عكس رؤيتي، في وجهه نظر عكس اللي انا ماشي فيها، في طريق حد شايفه احسن، ده كله انا بحب اسمعه جدا. وانا يعني القريبين مني عارفين ان انا يعني مستمع جيد يعني. ولكن انا دايما بقول انه شرف ليا ان انا بحمل اسم الشامي ومحمود الشامي وجدي الله يرحمه كمان عبد السميع الشامي. فده شرف كبير جدا ليا ومسؤوليه كبيره جدا ان انا احاول اكمل في الطريق ده واحافظ على السمعه الطيبه اللي هم سايبينها ولسه الحمد لله ممتده يعني فضل عند ربنا. فهي مسؤوليه، هي مش هجوم ولا عبء ولا حاجه. ايه اكتر انتقاد يعني كان زعلك ساعتها او في الفتره دي؟ والله ما فاكر، مش فاكر. لا فعلا والله انا فعلا يعني ما بفتكرش، فعلا مش بقول كده يعني كلام، لكن انا فعلا ما ببقاش فاكر يعني. بنسى الكلام ده على طول. انا يعني معارك كانت كتير وكان عندنا مشاكل كتير وحاجات كتير، بس لو الواحد قاعد فكر فيها دايما، انا دايما بقول انه مفيش وقت. يعني انا دايما شايف انه مفيش وقت، يعني مفيش وقت، احنا لازم نشتغل كتير قوي.